الغرام هو عذاب الحب، هو بلاء لا يختاره إنسان. كيف يختار الإنسان البلاء؟ والعذاب عذب، يستعذب العذاب أي يستلذه. لما؟ لأنه مغرم به، لأنه يرى هلاك روحه على يد محبوبه. فابحث عن من هو يسكن في أعماق قلبك ويتعذب قلبك بحبك له، وتستلذ روحك بهذا العذاب. فإن وصلت إليه فهذا هو مقام الغرام.